الفرم انا فداك؟ لا ولا انت اللي فرمتها؟ بناء اللي هي الباميه الضو وتهرس عاد. انا جونا بعيش ما نعرفها يا ابويا. وليد ابي موقف خلاك تستانس في حياتك ولا راح من بالك؟ اكيد انك جاتك مواقف زينه في الحياه. استانس في حياتي؟ ايه موقف قد جاك موقف استانست حياتي. تبين نخليها شوي لين تركز ولا جاهز عندك؟ والله ما عندي. طيب عطني قصيده بيتي. يقول يا الغلالة تمرني وعمامتي مفوقة. الله الله. وأنا شاعر راس ماله سبكته والحان. مالكن قلبا عليكم ناشف معلوب وغيركم من الغيد ماله وسط قلبي خان. هنت ربان القصيد وراعده وبروقه كل ما مريت قلبي يطر النغصان. الله الله. بيض الله وجهك. وجه. صح الله لسانك. يلموني والله في حب قصيدي. يعني والله ما عاد. طيب. وليد المشكلة مو محضرين شيء ذا الحين الظاهر انه متقرش ما يبي. خلاص خذ راحت. طيب. ارحب يا ابو فراج. يلا حيه. مرحبا. شلونك؟ طول عمرك. الله يحييك. الله حيه. فلاح بن فراج القرقاح اللي هو عمه الشاعر الكبير فلاح القرقاح نوجه له تحيه يلا وتقدير. طيب ابو فراج يا مرحبا.